مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من مرة ونص. اليوم رانا متواجدين في برج منايل التابعة إداريا لولاية بومرداس. جينا نتعرفوا على السيدة راما اللي قرات وتحصلت على شهادات باش تتخصص في التداوي بالأعشاب. السلام عليكم. مساء الخير مدام راما. مساء النور. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. يعطيك الصحة استقبلتينا اليوم. مرحبا بكم. شرفني. مرحبا بك. الله يسلمك. جينا نتعرفوا عليك وجينا نتعرفوا كيفاش قصتك باش دخلتي لعالم تداوي بالأعشاب. بون بروميرمون معكم راما مختصة في العلاج بالأعشاب والطب البديل. دوزيامون شحال عندك وانت تخدمي؟ برسك عندي هي 15 ans كثر من 15 سنه في هذه الخدمه. انا من عائله يعني عائله معالجه، انا اصلا من وليد بسكره. الله يبارك. ورثت هذه المهنه عن والدتي الله يرحمها، وان شاء الله نطلب منكم كامل تطلبوا لها بالرحمه. ربي يرحمها. توفات منذ اشهر. جوستومون العلاج هذا بالاعشاب اسكو دخلتي فيه باسكو تحبيه ولا باسكو وردتيه هكذا على يمك وهذا ما كان؟ هي اولا يعني وردتها واكيد حبيتها، كون ما حبيتهاش ما نخدمهاش. في سكان درست لي لونغ، ابري درت لي لونغ. واش درتي تخصص في لي لونغ؟ انجليزيه. الله يبارك. اي سلامك. قلتي بلي لونغلي، ما خممتيش يعني تخدمي بشهاده تاع لونغلي كو سوا تقري ولا تخدمي في كاش اداره ولا؟ اللغه الانجليزيه اعتمدت عليها وساعدتني بزاف في الدراسه تاعي تاع الاعشاب. بيسك الدكاتره انت في ما تاعي في مصر ولا تونس نعتمدوا بزاف على اللغه الانجليزيه الحمد لله، وما خممتش يعني ندخل اداره ولا لان نحب الاعشاب. طبيا راني نشوف السيده هنا راهي معك باش ما نخلوهاش تسنى بزاف، على بالي لي كليون ما يحبوش يسناو بزاف. ماذا بيا يعني لو كان نسقسيها اذا كان ممكن نشوف؟ ماشي مشكل، نعرفك بحالتها اولا. هذه الحاله عندي تعالج على الاكزيما وميم طون كان عندها بروبليم تاع لازم، دوكا تسويفي عندي الحمد لله لقات روحها تقدر تسقسيها ماشي مشكل. مساء الخير مدام. مساء الخير. سلام. واش راكي؟ لاباس؟ راكي مليحه شويه؟ لاباس الحمد لله. صحتك بيان؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي وشكرو. قولي لي شحال عندك وانت تجي لهنا تداوي عند راما؟ واش عندك؟ عندي الحساسيه. مدام راما كيما السيده هذه قالت باللي الاكزيما وعندها شحال وهي تبع عندك، عندها قريب عام. جينيرالمون اللي عندهم الاكزيما كيما حالتها واش توصفي لهم؟ بون دوكا نعطي لها مرهم تستعمل فيه، هي استعملته مده شهرين ثلاثة شهور ومده عام كامل تعالج على مشكلين، هي مشكل الربو ومشكل تاع الاكزيما. الاكزيما نعطوها دوكا مرهم، حنعطوها المرهم تستعملوا ليلا وكل ليله مده شهر كامل. وهي يعني من نهار بدات كيفاش جاتك لي بروميي طون كيفاش راهي دركا؟ كاين اميليوراسيون هي على حسابها قالت كاين كما يقول لك كاين تطور ملحوظ. كاين النسبه تاع نجاح 80% الحمد لله يا رب. بالنسبه للشفاء 80% دوك نعطيها خلطه بليزونتي انفلاماتوار بلي بلونت ميديسينال، صافي نعطيها اعشاب طبيعيه مطهره للجلد وميم طون تعاونها بزاف في المشكل تاع الاكزيما. ومشكل تاع الاكزيما هو في الاساس مشكل مناعي، امراض المناعه الذاتيه. واش نعطيها؟ نعطيها علاج تاكله يزيد لها المناعه او ميم طون نعطيها مرهم تستعمله كل ليله. استعمليه كل ليله مره كل ليله، والصباح ماذا بك تغسلي بصابون ما يكونش ماده عطريه، اغسلي بصابون طبيعي تاع الحجره، اغسلي به كل يوم. وبعدي على بيان سور بعدي على الجافيل بعدي على المشاكل هذو كامل. قولي لي يا رما دوك قلتي عندك 15 سنه وانت في هذا العالم، 15 سنه شكون اللي عاونك؟ شكون اللي وقف معك؟ شكون اللي شجعك باش تدخلي هذا الميدان؟ يعني بلا ما نهضروا على يماك اللي بالك هي اللي كانت السبه ديالك الله يرحمها. وقفوا معايا لا فامي تاعي، وقف معايا الزوج تاعي، لي زامي تاعي، الحمد لله يا ربي. وبروميرمون يعني انا حبيت هذا الدومين وكملت فيه الحمد لله. الزوج ديالك كيفاش عاونك؟ على بالي بلي المراه قادر الزوج هو اللي يرفعها، قادر هو اللي يحطمها، يعني كيفاش كانت الاعانه تاع الزوج ديالك؟ كيفاش رزقني ربي بواحد الزوج ما شاء الله الحمد لله مدعمني في كل شيء. بار اكزومبل نقول له عندي شهادات فوالا نروح، يقول لي روحي فوالا روحي تقراي ما يهم، روحي كملي القرايه تاعك، كملي لازم تعمقي في الاعشاب كدراسات جديده اقرايهم، المهم لازم توصلي باذن الله لبعيد. الزوج تاعي واقف معايا الحمد لله. هادشي يعني مهم بزاف. الزوج قادر يكون عقبه وقادر يكون درجه، بصح الحمد لله يا ربي.
الحمد لله ربي يحفظه ان شاء الله. بالنسبه يعني الواحد ولا الوحده اللي تحب هذا العالم وتقرر انها بالك تحل مركز ولا اسكو لازم لها امكانيات بزاف على حسابك انت وعلى حساب تجربتك؟ ماشي سهله هذا الدومين تدخلوا اي واحد ماشي سهله. هي اول حاجه انا اعتمدت على الخبره، انا كما جاش عندي الخبره من نلحقش، كان عندي خبره، كان عندي خلطات، كان عندي علاجات بصح كانت بطريقه تقليديه. خصني انا نعرف الاعشاب اللي نخدم بهم واش فيهم، واش المكونات تاعهم، واش اللي سي في السكوندير تاعهم، الفوائد تاعهم، طريقه دمج الخلطات. كاين اعشاب وبالفعل لقيت باللي اعشاب ما يندمجوش مع بعضهم، لقيت يعني الاجداد تاعنا كانوا يرتكبوا اخطاء في حق يعني في حق الخلطات والاعشاب. كاين اعشاب سامه ويستخدموا فيها. تفضلي. هذا هو لابوراتوار ديالي، هنا نخدم خلطاتي يعني. طيب يعني نشوف ديجا راكي موجوده هنايا، عندك خلطه اللي راكي عندي خلطه تاخر انجاب ومشكل تاع دوالي خاصيتين يعني فاريكوسيل، والزوجه عندها مشكل تاع تكيس المبايض. هذا مالاد بدا عندي عنده دو موا، عاود لنا ليكوغرافي لقى عنده فاريكوسيل ما كانش، كانوا غراد دو غراد تخوا، وعنده نقص وتشوهات في الحيوانات المنويه. جوستومون يعني قبل ما تبداي، هي جينيرالمون المريض كيجي لك يكون ديجا دار تحاليل، دار دي غاديو، دار كم واش لازم؟ بيان سور، هو اول المريض طب الاعشاب هو اخر ما يلجا اليه. اولا يروح للطبيب يدير دي كونسلتاسيون عند الطبيب، يدير دوسي ميديكال، يدير باش يشخص الحاله تاع تاخر الانجاب تاعو من اكوز دو كوا، منين جاتو يجيب لنا دوسي ميديكال تاعو تاع الزوجه تاع لي كوبل في زوج، وابري حنا نخدموا له الخلطه على حساب لي زاناليز. اكثر الحالات اللي نعالجها في المركز نتاعي هي حالات تاخر الانجاب، هي حاله تاخر الانجاب عند المراه ولا الرجل؟ لا، بلا بليفار نساء هما اللي يعانوا المشكل هذا. يعني رانا في وقت كثرت في حاله تاخر الانجاب مع المشاكل، يعني مع المشاكل الزوجه هي اللي تعاني اكثر من المشاكل من الرجل. يعني تكيس مبايض، كاين اللي عندها بطانه الرحم المهاجره لوندوميتريوز، كاين اللي عندها دي فيبروم، كاين اللي عندها بخسك مشكل نقص التبويض، خاصة تكيس المبايض هذا هو مشكل في الصدارة، والسبب تاعو يعود إلى أنظمة غذائية خاطئة. كي يجوا لعندي نعطيهم علاجات منشطة للمبايض، منظمة هرمونية، ونعطي لهم نظام غذائي يمشوا عليه. لازم نظام غذائي. أول حاجة كي تجي عندي المريضة أول حاجة نسقسيها واش تاكلي، أول حاجة نحيلها حوايج ما تاكلها، مش مثل البروتينات، مثل المواد الحافظه، مثل باش ينجح العلاج نعطيه علاج 3 شهور. يعني تكيس المبايض هو متلازمه في الطب يقول لك متلازمه بيسك ما كانش حل تاعو، ولكن عندنا احنا الحمد لله عندنا تكيس المبايض عندنا حل تاعو ما شاء الله، وكاين اللي عالجوا وحملوا الحمد لله. عندنا نجاحات الحمد لله، عالجنا اكثر من 500 حاله من 2016 لغايه 2020 الحمد لله يا ربي. اهم المكونات اللي نعتمدها في الخلطات هي اول حاجه العسل، هي العسل هي تختلف على حسب الحاله، باغ اكزومبل هذه الحاله نديروا ثلاث انواع من الميلونج تاع 3 ميال، يدخل فيها عسل الرب، عسل اللي هو عسل التمر، يعني عسل السدر، عسل الكاليتوس، عسل، يعني تدخل ثلاث انواع على حسب الحاله. على حسب الحاله ونديروا الخلطه، يعني نكونوا خلطه اللي هي اساس تاعها طلع النخيل. طلع النخيل لازم يستعمل في الخلطه. طلع النخيل هو عشبه، يعني كنز من كنوز الطبيعه، يعني اللي خلقها الله سبحانه لتعالج مشاكل تلاقم. ولازم تكون عشبة طلع النخيل لازم تكون محفوظة بعناية، لأن الأعشاب لازمها طريقة عندها دي كونديسيون. ما نخليك أنا دركا ديري الخلطة ديالك باش يديها السيد. السلام عليكم. بون سمحي لي دركا، جا مالاد عندي باش يدي الدواء تاعو، نكمل نشوف نكمل معاه وبعد نكملو. لا تسمحوا لي. اوكي بيان سور تفضلي. ماشي مشكل. مرحبا بك سيو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. مرحبا بك، كملت خاتمو تاعك؟ وي كملت. عطيناه لك ولي دولار وستر هذوك راحوا لك سي بون صافا؟ لا بس نقصوا لي بزاف كاع. هيا الحمد لله هكذا نقدروا نكمل. انايا عندي مالادي كرونيك، عندي روماتيزم في الدم، هو مرض مناعي واسمه النوع تاعو اس بي ا. بون راني نسويفي في سي اش او تيزي فيزو، مي انايا خرج لي طبيب دي زونتي انفلاماتوار ضروني بزاف في الاستوما. سي بور سا جيت نحوس على
على الاعشاب وراو لي هذه السيده جيت لعندها درت لي خلطه باسكو كان الفي اس تاعي كان طالع بزاف كي شربت الخلطه تاعها هذه نقص صافا لاباس عندك رونديفو على دو موا ان شاء الله باش فعلك نعاودو نولو للخلطه بغيت نخبرك بلي الخلطه تاعك رانا كملناها و رونديفو تاعك الزوج ونص تقدر تجي تديها دوكا لا يوكس داك هي بارك الله فيك خلطه كيما هذه شحال تقدر تسقام للكليه تتراوح سعر شهر الواحد يعني سعر شهر واحد من 10000 دينار حتى 12000 دينار داك على حسب المكونات نتاع وعلى حسب لوكا على حسب الخلطه تاع العقم هما اللي بزاف يكونوا عندهم الاسعار شويه مرتفعه ولكن المشاكل الاخرى كما الاكزيما كما الربو كما الكولون العصبي كما 2000 دينار 3000 دينار 4000 على حسب المشكل انا نشوف هنا عندك تشكيله تاع الاعشاب ومقبله كنت شفت هذه العشبه تاع البرداقوش وشنو هذه الوشمليحه عشبه البرداقوش هذه عشبه مستعمله من طرف النساء جميعا هي عشبه هرمونيه مساعده على تنظيم الهرمونات ماشي غير في الحاله تاع الانجاب نستخدموها في دمج الخلطات ليست كعشبه مفرده يعني نداوي بها في الخلطات تعدل هرمون تدخل في تعديل هرمون لافاساج تدخل في تعديل هرمون لابرولاكتين زيوتها طياره ونستعملوها في خلطه تاع لاكغيب عندها عده استعمالات يسمى كاين اعشاب اللي نقدروا نستعملوهم وحدهم كاين اللي لازم يكونوا ضمن الخلطات هكذا على حسب واش فهمت العشبه المفرده لا تعالج تساعد على المعالجه لازم خلطه متكامله ولازم تكون مدروسه بكميات مدروسه بمعايير مدققه جوستومون هذه تاع كميات مدروسه دي فوا بالك واحد يقول دير باغ اكزومبل الزعتر مع هذه مع هذه مع هذه ويعني يكون عندك ان بون ريزولتا ما ننصحش ما ننصحش انا ضد المقوله انا ضد المقوله اللي تقول الاعشاب اللي ما نفعتش ما تضرش هذه اللي حنقولها لك لا اعشاب كيما تنفع كيما تضر كيما البرداقوش عشبه يستعملوها كامل النساء ولكنها تسبب الاجهاضات تسبب الاجهاضات عشبه اي عشبه مادام هي تدخل في المنفعه تدخل في المضره اي عشبه عندها معايير لازم نستعملوها في الخلطات الناس اللي يجوك لهنا بيان سور ماشي كامل يجوا على العقم ولا الانجاب ولا كاين حوايج واحد اخرين وشنو هما الحوايج اللي بوكو بلوس الناس يجوا يحوسوا عليهم بون كاين ديسب يجون على حالات باغ اكزومبل الربو يجون على المشاكل الجلديه عندنا مشاكل الاكزيما يجون على مشاكل مراهم تاع التجميل باسكو عندنا نخدموا مراهم تاع التجميل بشمع النحل نخدموها بمكونات طبيعيه امنه حافظه على البشره ومفيده ميم طون عاودت لي زاناليز تخي بيان بون لي كود هذا لي كود دوبلير تاعك راك عاودته لازمنا نكملوا علاج داكور زوج راهي ما شاء الله كان عادتها كيس مبايض ما نزيدو لها والو نزيدو لها خلطه تاع تنشيط المبايض دوكا نزيدوها خلطه لتنشيط المبايض باش نساعدو على الحمل وشنو هما بيتيتر الاعشاب اللي هنا في الجزائر والاثمان ديالهم غاليه بزاف وعلاش اي داكور بون انا نعتمد في العلاج تاعي خاص كي العلاج تاعي نعتمد على الاعشاب الصحراويه لانه المناخ الصحراوي تكون العشبه فيه جافه طريقه الحفظ تاعها تكون مده طويله على الاعشاب اللي تكون في منطقه رطبه الناس تعتمد بزاف على الاعشاب كاين اعشاب مستورده نستعمل فيها ثاني خلطات نستعمل فيها اعشاب مستورده داكا كاين اعشاب عندنا هنايا الثمن تاعهم على حساب باغ اكزومبل طلع النخيل باغ اكزومبل شرش الزلوع هذو اعشاب عندنا بصح مي الثمن تاعهم تكون شويه غاليه هي خلط شوف الخلطات وين يكون خلطات تاع العقم والانجاب تكون شويه غاليه هادو شهادات اللي كنت تحصلت عليها هذه تاع تخصص الامراض الروماتيزميه والامراض المناعيه درت عده شهادات درت ابرسيليه درت تخصص ابرسيليه علاج بالسم النحل بصح راني نركز على الاعشاب بزاف بزاف والانظمه الغذائيه
بس كو درت تغذيه علاجيه. يعني الدراسه زادت كما نقول لك زادت لك مهارات ماشي هكذا كبر. كل ما تدرس تقولي بون دوك انت راكي قريتي عندك شهادات وانا شفناهم ايتو بصح كاين ناس واحد اخرين لا شهادات عشوائيه يعني لانها اعشاب استهلاكيه علاجيه لازم تكون فيها دراسه وتكون فيها وعي. يعني هذه تتوقف على المستهلك ما توقفش على توقف هذه يعرفوني روح وفوالا ونقول لهم فوالا للناس نقول لهم فوالا ما تخافوش باللي فوالا الاعشاب هذو اللي ما نقولكش ما تنفعش ما تضرش لا كي ما تنفع كي ما تضر ما تعطاهاش وحدك ما تشربهاش وحدك ما تكونش خلطه وحدك لازم تفوت على الطبيب تاعك لازم تفوت على الطبيب لازم الطبيب لانه حنايا معالجين مكملين هذاك واش حنقول لك يعني العلاقه بينكم نتوما يعني كطب بديل والاطباء هي نورمالمون كيفاش نورمالمون تكون العلاقه بيناتكم علاج متكامل باسكو علاه الطبيب هو اللي يشخص الحاله الطبيب اللي يعرف المشكل الطبيب لازم المرض يفوت عند الطبيب يكمل الطبيب حنا نعاونوا مكملات علاجيه يعني نتوما ما تشخصوش المشكل ما تشخصوش ما عندناش ديزاين ما عندناش لي زابوراتوار باش نشخصوا الحاله الطبيب هو المسؤول انا يجيبوا لي انا عليا وشنو انا نقرا المشكل تاعو نعطي له خلطه للمشكل تاعو التكوينات هذوما اللي درتيهم راكي جاهدتي باش درتيهم ما تكوينات ماشي ساهلين وماشي كما نقول لك مكلفين يعني كلفوك دراهم ووقت وكلش كلفه خاصه خرج الوطن ولا دخل الوطن بصح الحمد لله القيمه اللي ديناها الحمد لله ليسونسييل ننفعوا بها الناس ما يهمناش يعني التكلفه تاعهم ولا لكن ان شاء الله كنتوا تروحوا على حسابكم الخاص يعني تروحوا على حسابنا الخاص نروحوا في بعثات واش تقدري تقولي بيتاتخ كاين نساء اللي ما دابيهم لو كان يدخلوا هذا المجال وشنو هي النصيحه اللي تمديها لهم بون لازم خاص تكون دراسات لازم تكون عندها دراسه لازم تكون شوف المدرس لازم على حسب المدرس اللي يعطيهم باسكو ماشي اي مدرس يعطيك قيمه ويعطيك معلومه الحمد لله يعني نقول لهم فوالا يقراو برك يسمى ما كاش منها خلاص القول ما كاش منها الاعشاب ولا ما نفعوش ما يضروش الاعشاب كيما ينفعوا يقدروا ينفعوا يقدروا يضروا هذه هي خلاص القول ويديروا اضرار جسيمه الاعشاب لازم يتاخذوا يد مختصين ان شاء الله المره الجايه كي نجيو نلقاو المركز ديالك زاد كبر اكثر واكثر ان شاء الله راني مع المركز نتاعي راني نكبر في المركز نتاعي وناويه ان شاء الله تروح هذه ان شاء الله لين هذا الجاي كي جاي ونكمل راه عندي شهاده في الاردن باذن الله ان شاء الله سما بروشينمون كي لا جوردان الاردن ان شاء الله الاردن فورماسيون ثاني تما فورماسيون على العلاجات الطبيعيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وحبيت نشكركم بلا نجي احنا بالصحه قناه النهار يعطيك الصحه اختي رضيه الله يسلمك كيما نقول لك حنا اللي تشرفنا كي جينا لك كي شفناك كيفاش تخدمي شفنا الناس يعني كانت راضيه بالريزولتا اللي داتو على يدك نتمنى ان شاء الله سورتو الناس اللي كانوا جاوا كامل على الانجاب ان شاء الله كامل يربحوا على يدك ان شاء الله هكذا وانتم مشاهدينا كانت هذه حلقه اليوم مع سيده راما اللي مختصه في طب الاعشاب ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا وان شاء الله تكون عجبتكم نتلاقاو كالعاده الاسبوع القادم دائما على نفس القناة وفي نفس التوقيت